هذا الرجل يعني لا يمكن إنكار أنه داهية من دهات السياسة العربية، إلا أن نقول اليمنية. هو عرب السياسة اليمنية الأول، ولذلك له باع في السياسة، لكن أعتقد أنه لن يكون له شخصيا. هو فعلا تكلم عدة مرات وقال أنه لا يريد أن يبقى له أي دور سياسي في اليمن في المرحلة المقبلية، وأنما يسعى إلى كما تكلمت أنا وأسلفت في السابق إلى تكفير ما قام بها الغلطة الكبرى في تاريخه السياسي وتاريخه الوطني، وهو التحالف مع الحوثي. لكن أعتقد أن أحد أفراد أسرته سوف يكون له دور في الساحة اليمنية وفي الأيام المقبلة، أو في الحكومة إذا ما تشكلت حكومة وفاق. ده بتكلم على أحمد، أحمد علي عبد الله صالح أو طارق محمد عبد الله صالح، هو الذي يقود الآن المعارك الميدانية على الأرض. أعتقد أنهم وهم يحق لهم، هم من أبناء الشعب اليمني وهم متعلمين ولديهم الخبرات الكافية، ولا ضير أن يعني يكونوا في الواجهة السياسية، لأنهم لم يعني يتخابروا مع أي دولة ولم يعني يفرطون في الحق وفي السيادة اليمنية. أعتقد أن لهم الحق في هذا فيما حصل تسوية سياسية. علي عبد الله صالح سوف يبقى مرجعية سياسية، أنا أعتقد وأنا أنصح أن يكون مدرس في الجامعة للعلوم السياسية، وهو سيكون مدرس